إنها لحظة سحرية لقيادة الأسد الحارس من ديزني جونيور. عندما تسيطر التماسيح على سهول الفيضان، تسارع قيادة الأسد الحارس بالتصرف. أحدهم يختلق مشكلة. حسناً مكو، توقف عن اللعب، والآن حان وقت الرحيل. أخرج وإلا سنخرجك. بدون قائدكم الخطير، أو على الأصح فاقد الزئير. ألم تسمعوا؟ كاين قائد فريق الحراس أجبن من أن يستخدم الزئير. لا أعرف عن ماذا تتحدث، لكن إن كنت تظن أننا لن نهزمك بدون الزئير فأنت واهم بالتأكيد. سنرى قدراتكم. سأتولى أمره، أتقدران على الباقي؟ بلا شك يا فولي. بقوة فرس النهر. بسرعة. أخبرتك لن نحتاج الزئير لكي نهزم أمثالك. ستخضع؟ أخضع؟ أنا لا أظن هذا. أعني تعتقدون أني أردت احتلال أرض الفيضان بثلاثة تماسيح فقط؟ مكو، أرض الفيضان ليست لك. بالطبع من حقك استخدامها كجميع حيوانات أرض العزة. وإن احتكرتها لنفسك فعليك المغادرة. بالتأكيد، سمعت كاين والملكة، فلتغادر. المكان ليس لك وحدك. بالطبع إنها لوحدي. التماسيح لا تترك ما بيدها. الملكة! أمي! لا، أنا لن أغضب. مكو؟ ما هو سلاحك يا كايل؟ ستظهر وتخاطر بأمك مرة أخرى. كايل، ثق بنفسك. عندما أمرك بالرحيل ترحل فورا. هذا بلا شك. لم أكن أعرف باستخدامك للزئير هكذا. وأنا مثلك، كان علي فقط أن أثق بنفسي. لا طالما وثقت بك. كما تعلم كايون، عندما يؤمن أصدقاؤك وعائلتك بقدراتك تمتلك القدرة لفعل أي شيء. تابعوا المشاهدة للحظة سحرية أخرى، وشاهدوا قيادة الأسد الحارس على ديزني جونيور.